ابو عبيد ده نعم استاذنك، عندي سفره كتير هامه ضروريه. على البدروسية مع أهلك، لا ابعد اتره على حمص لعند بنتك، كمان ابعد اترتين. لجهنم الحمراء. خربت شوي بدك احكي بقى، عليتي قلبي. خيو ايه اسوان حلايب عاملين قافله، وين؟ وقتها احنا المحصورين بغلسه. الله ربي في جديدتن، وانا ريحه ما انبان بعد اذنك. الله اكبر، وصلت مواصلك لغزة مع عبده. ليش تقلق خاي؟ خلينا نروح نشوف بعيننا ايش العالم عم تقضي يا حسرتي. يعني ايش بده يطلع بايدكم زحفيمات في رايحين؟ ما ضروري نعمل شي، بس هيك رايحين جبران خاطر لاهل غزه حجي وكسر عين لاسرائيل. يا الهي ربي الله يصيبهم الحرير وينحرموا الضنا يا ربي. وإذا خرطوك هالإسرائيلية رصاصة براسك، مين سائل عليك بس أفهم؟ ايه بتصير جوز شهيدة المناضي للسيدة ام عبده؟ اشتك احسن من هيك. طيب بدي اياك تهمدي بقى انه ما صار لك شيء رجعاني من فرنسا. ده جبلي سيرة فرنسا طاول. ها طلعت عيوني، طلعت عيوني، الله لا بقى يعيدها. الله يكسر الحكي، يا قتلتي حالك تروحي لعند بنتك. ليتها ما كانت هالروحة، يا بقى أول دخلتي على بيت بنتك فرحانة وطير عقلي فلت في الزلاغين مثل عائلتي بتعرف. ما تلاقي لك بعد أترى إلا طب علينا البوليس الفرنساوي قال شو أيدوا لسهرك مخالفة. قال تعبوا الجويرين بين الحدا عبولول أيدوا للمخالفة. كم بلد زلغي؟ خرجت وبطلنا زلغيت. ايه قمت يوم الجمعة أشوي لهم كبة بالجنينة تحت البناية يعني، اخدتها معي من هون. وانا بديت لك بالشوي يا حدي وشاشرة هالشحمة وفاحت الروايح اللي بتشق الراس، ما حسر لك الا هجموا لك السيارات الاطفائية واشتغل رش المي والرغاوي علينا. لطيف. بالهم لبت البناية يا حدي، الله لا يرويك لا سونا لا شيء، فول من نقشو عيدوا لصارك مخالفة الخر. حسبي حالك حلب لا تشوي كبة الله يحفظك. يا ابو خلص مع الله من قصة الكبة، نار واحد اشو صليت الصبح وقايمة طالعة بطعم صلاتي لبرا اتحالي بعض كيس الزبالة بزير لطيف، هيك مباني انا بالحق مثل عنا ناني. ولا ما احسن لك يا حجي الا سيارات الواوي واوي حيوطوني وهالعساكر الفنساوية يصفوا دور من داري طوقوني هيك وبلاشوا يبركوا يعدوا يصفوا بالفنساوي وقشروا لي هالكيس يعملوا لي افتحي افتحي يعني يعني بالفرنساوي حسبوني ارهابية معي قنبلة. فتحت لهم هالكيس ودلقته بالارض فحتك روايح النجح وقشت الجبس والوقف. ولا يا حجي خبطت مع دواخ وقالوا لي يلا كنسيه كنسيه اوام عملوا لي اشياء لي كله بدي افهم عليهم. ولك له راحوا هن سياراتهم كمان ايدوا لي مخالف الاخر قال شو انشحت الشارع وما بتقول بوليس فرنسا ما بقى له شغله وعمله غيري. حجي يا محلى حلب يا محلاها كشي واشوي وزلقتي وشطفي ليل نهار وفرية على الحيطان ما حدا بقول لك وينك. صحيح ما بتعرف خيره ولا تجرب غيره. والله انت ما تتدبري، سكرتي روحت فرنسا صرختي ما فتح ورزق والله طلعتي لي بروحت غزة. لا تبشي لسياح لكن شوف هديك روحت طرف، هي روحت ان شاء الله هتجي ثواب ان شاء الله. الله يسرك اعطيني الاذن لانه ريحه يعني ريحه ونقلين معنا انا والنسوان القافلة باذن الله نقل على الجبال يا بارئ الكباب ناجي المحشي توالت بقدونس مشان تبولة وكمان رايحين معنا خمس خوجات منظومات. والله اهل غزة لازم خوجات وكبة محاشي وتبولة. لكن الطبخ حجي قلنا مشان ناكل نتسلى على الطريق والخوجة مشان يعملونا قتلة جو مويلد على ظهر الباخرة. اشفك حجي لكن ايش ياخذين لاهل غزة؟ لبس ودواء وكمنتو وتوالت حجار شان حجر اسرائيليه كمان نحن اذا هجموا علينا. انتوا قد الاسرائيليه والله لا يعملوا فيكم العمايل. والله ايش بدهم يعملوا حجي المهم ما في اغتصاب اطمن. طيب خلوها عائليه خذونا معكم نطمن عليكم اكثر. لا لا خاي نحن رايحين مهمه انسانيه ما لنا رايحين نشمت هوا. ايوه انتوا الجيل خليكم هون ما لنا التقي فيكم يروح علينا الاجر والثواب الله يرضى عليك. طيب ما قلتي لحالك ايش بدي اعمل هالرجال بغيابي؟ لا اي لك شغله التقي فيها هون يا وقت ما ارجع هيك شغله مفيده يعني غير الدم بركة الدم التلفزيون حاسك عفنت وطلعت ريحتك. انا عفنت طلعت ريحتي يا بنت فوزيه. ايه ايه عفنت ايه يا ابن بدريه اسمع مني وتغير لك اترى والله التغيير كويس. والله معك حق تغيير كتير كويس. ها الحمد لله بلش يطلع فهمك يا ستي. اول شغلة تغيرها هي انت. انا يي يا معزبة يا حجي ليش تغيرني انا؟ مشان تفضي لمهماتك الانسانية. ها وافضل ادور لي على بنت حلال طلع على ريحتها مثلي نعفن انا وياها سوا على قولك. يا حجي لا 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 يا حجي لا لا هي ما حسبتها. لا بدها شغلة حساب روحي انبسطي انت وخوجاتك كلي تبولة وانا الله بدبرني. لا يا حجي عقولك بيني وبينك لا بعد رجعتي من فرنسا
ليه بقالي قلبنا يعني صايرة عم بخلط، عم بلقش شي طالع شي نازل، يعني حاسة حالي مخربطة، مالي مبسوطة على الحشيشة، مالي مصدق حتى أبرم هيك متلملم أنا وأنت على بعضنا ونعفن أنا وأنت سوا. لا لا، ما دام نويتي السفر روحي الله يسهل لك، ما راح اقف طريق أيوة فاضي. سوا تعالي، لا 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 غير السفرة كلها على بعضها بإذن الله. بيركي بيركي ما باينة صغار يا حجي، لا بقى جسمي يتحمل سفر بلا باخرة ولا شي، ولا راسنا بحمل زعل، مالي قدرة. هيا بدعي لهم من هون الله يفك اسرهم جاه سيدنا محمد ويخلصنا. ليش هالشندلي خاي دخيلة؟ مشان الثواب. لا لا ما بتخافيك حجي، كمان انت رضا الجوز من رضا الله، يعني الثواب هيك هيك جاي. حتى لو كان جوز معفن. بدك دخيل معفنين دخيلة، ليش اطيب من السنجليش؟